النهارده هنوزع هدوم على الناس بمناسبه افتتاح كوميتو في مول العرب، فيلا بينا نشوف الحوار ده. دلوقتي هنوزع بوكسات على الناس، بس هل انت قنوع وهتاخد بوكس كوميتو الصغير ولا طماع وهتاخد بوكس كوميتو الكبير؟ البوكس الصغير في حساب، انما البوكس الكبير فاضي. في فاوتشر 70%. تاخد بوكس كوميتو الصغير ولا كوميتو الكبير؟ كوميتو الصغير، انت راجل قنوع. مبروك، كسبت معانا حزام من كوميتو. انت ليه اخترت الصغير؟ مش عارف، حسيت الصغير هيبقى فيه حاجه اقيم يعني. الله، انت مطبق على التيك توك بقى. تاخد بوكس كوميتو الصغير ولا كوميتو الكبير؟ صغير. الف مبروك، كسبت معانا حزام من كوميتو. ليه اخترت الصغير؟ حاسس دايما الحاجه الصغيره هيبقى فيها مفاجاه اكبر يعني. كلها بتشغل دماغها. طب انا هحط الحزام في البوكس الكبير والفاوتشر في البوكس الصغير. تاخد البوكس الكبير ولا البوكس الصغير؟ البوكس الكبير. البوكس الكبير. مبروك، كسبت معانا حزام يا فنان. هي في ايه؟ طب يا باشا انا اقول لك على حاجه، احنا مش هنحط حاجه في الاثنين خالص، مفيش حجه بقى. تاخد البوكس الكبير ولا البوكس الكبير؟ اخد البوكس الكبير. اتفضل، شوف في ايه كده. ازاي انت بتعملوها ازاي يا جدعان؟ توميتو براند ملابس رجالي واطفالي وبيك سايز، وعندهم حاجات يونيسكس. فتح فرع جديد في مول العرب وعاملين عروض بمناسبه الافتتاح، فتعالوا نكتشفها مع بعض. مساء الانوار، انا والله عايز احضنك بس خايف تتعسر. بقول لك لو سمحت، عندكم هنا البناطيل المولت اللي هي شبه حلقه زياد زازا دي، مفيش عندكم ايه؟ طب ايه العروض؟ ايه الدنيا؟ بص، احنا عندنا عروض هنا في بدايه قطعه عليها قطعه، اثنين عليهم ثلاثه، ثلاث قطع عليهم اربع قطع، في اربعه عليهم سته. قول والله العظيم. ده العرض ده شغال قد ايه؟ مدى الحياه؟ ايه مش شغاله ليه؟ يعني انا لو اشتريت ده اخد ده؟ تاخد ده. ولو اشتريت ده؟ عايز تشتري الاثنين؟ اه. تاخد عليهم ثلاثه. اخد عليهم دول؟ اخد عليهم دول. اقول لك على حاجه ثانيه؟ دول دول؟ خد عليهم سته بقى. لو اشتريت الاربعه اخد سته؟ ده غسيل اموال ده ولا ايه؟ اسمك ايه؟ رامي. طب يلا جهزنا او اتفت يا رامي. بتحب الجملي؟ لا. امال ماسك الجملي ليه؟ هما دول انت عاملين عرض النهارده، لو خدت قطعه تاخد عليها الثانيه فري. يلا روح حاسب. وانا كده مبسوط بقى على الاخر، مع ان انا فاهم من الاخر. انا اشطر سيلز في العالم. بدل مصنع بدل، بدل بسعر الجمله. بدل يا استاذ، تعالى يا صاحبي، تعالى اتفضل. بتدور على حاجه معينه؟ بقول لك ايه، تعالى نشتغل حد. بالله عليك انا عايزك في طلب شخصي. كنت جاي الافتتاح ده كان في خبير موضه جاي، فمعلش هو اتاخر، فممكن بس تصور معاك كانك خبير موضه؟ معلش انا اسف. النهارده احنا معانا خبير الموضه العالمي اللي جاي من ايطاليا، مجدي زغلي. انت جيت من ايطاليا امتى؟ حالا. لسه دلوقتي؟ حالا. انت عارف ان اللون الكستنائي نازل موضه، ايه بقى اللي بيمشي مع اللون الكستنائي دلوقتي؟ هو ايه اللون الكستنائي؟ ايه ماشي الدنيا؟ بالله عليك اسمك معايا الفيديو. ايه يمشي مع ايه اللون الكستنائي؟ ممكن اللون ده يبقى جميل جدا. اللون ده لون ايه ده؟ يعني هو واخد ما بين السحاب والسماء. ما بين السحاب والسماء، فيبقى سماوي. سماوي. الله عليك يا فنان. طب ممكن تظبط لنا اوت فيت؟ معلش انا عارف ان احنا بنرخم عليك، بس على السريع كده. معلش اتحرك يعني، مش لازم من جنبك. بالله عليك اسند معايا الفيديو والنبي. الله. انا اول ما شفته قلت انا. ايوه والله العظيم. تسلم ايدك حبيبي. خش قيسه بقى. انت قيسه، انت الخبير. والنبي اسند معايا الفيديو. بالله عليك عشان خاطري. بالله عليك مش عايز ايه؟ هتاخرنا كده. لا 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 مش هاخرك. اتفضل يا فنان، مستنيك هنا. ايوه يا فنان اتفضل. خش يا فنان. الله الله يا فنان. خبير الموضه مجدي شطه ولع الدنيا. اتكلمنا شويه عن الاوت فيت يا نجوميه. ايامها انت درست كام سنه في ايطاليا؟ نفس الطريق. نفس في الطريق؟ وانا جاي في الطياره. بقول لك ايه؟ هقول لك جمله، لو قلتها خمس مرات ورا بعض هتكسب معانا التيشيرت اللي انت عايزه من كوميت. تعرف تقول لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام 10 مرات ورا بعض؟ لحم الحمام اصلا لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام.
ألف مبروك يا فنان، كسبت معانا التيشيرت اللي انت عايزه. هو ده؟ تعالى معايا يلا. لو سمحت الراجل كسب ده، حاسبه عليه بقى. هو ايه ايه ايه، انتوا رباطيه ولا ايه؟ هو في ايه؟ تولع الدنيا كرسان. طيب متنساش بقى بحاجه، تغمزني بخمسينايه. انتوا صحاب؟ اه. دلوقتي الصحاب هيبقوا اعداء حالا. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. الف مبروك يا فنان، مبروك كسبت معانا اي تيشيرت انت عايزه من توميتو. معاك 15 ثانية، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8. خسرت. لا بهزر معاك، خد التيشيرت اللي انت عايزه. اي تيشيرت؟ ايوه. معاك 15 ثانية، 14، 13. بهزر معاك، خد اللي انت عايزه وبراحتك. معاك 10 ثواني، 9، 8، 7. يا ابني دي سابع مرة تمسك في أي حاجة. استقريت على ده؟ زي الفل. ألف مبروك يا فنان، ولع الدنيا. بدلوا بقى مع بعض، هبقى اديله لفة. يلا يا باشا بينا. نطقم مع بعضه. وبكده هيكون الفيديو خلص، فأشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.